عودة مرة أخرى عبر الهاتف معنا الأستاذ أسعد بشارة الكاتب والباحث السياسي، ونعود إلى ما كنا نتحدث عنه قبل هذا الفاصل من الأخبار المحلية. يعني أستاذ أسعد، كنا نتحدث عن تحذيرات حسن نصر الله من امتلاك أعضاء حزب الله لهذه الهواتف الذكية، ومن الممكن أن تخترق بشكل أساسي، وهذا ما حدث بالفعل، يعني ما لم يكن يتوقعه الكثيرون. كيف تبعت هذه النقطة؟ أولا اسمحي لي أن أعلق على مضمون الخبر المحلي بالنسبة لمصر الذي بثيتموه، وأنتم تبثون الخبر عن مصر وهي تبني. نحن هنا في لبنان في قلب أزمة المنطقة، ولبنان يتعرض لدمار كبير في إنساني واقتصاده. هنيئا لمصر وللقرارات التي اتخذت في مصر لحماية مصر من هذه العاصفة الكبيرة. في لبنان حزب الله يستعمل شبكة سلكية تحت الأرض، هذه اخترقت، ثم الموبايل، والموبايل هو سماه نصر الله أكبر جاسوس على الأفراد والقيادات، فتم رميه جانبا واستمرت الاغتيالات، ثم سرعوا باستيراد البيجر واللاسلكي. فكان أن إسرائيل، المخابرات الإسرائيلية وكأنها تخطط منذ فترة طويلة، فاستوردوا البيجر المفخخ في إسرائيل وحصلت الكارثة. يعني هذا الأمر يعني أن ليس هناك من جهوزية كاملة، وليس هناك من انسجام مع ما كان يعلنه أمين عن حزب الله بأنه يمتلك القدرة على الردع، وبأنه قادر على رد الضربة بالضربة، وأنه قادر على حماية لبنان. بالتالي هذه حقائق قد للأسف انكشفت الآن، وإسرائيل هي في موقع العداء التصعيدي. لهذا كما قلت لك في السابق، نتوقع تصعيدا إسرائيليا، 70 غارة خلال ربع ساعة ضربت بها الجنوب منذ ساعة وإلى الآن، والآتي قد لا يكون أفضل. هل الضغوط التي من الممكن أن يمارسها الغرب أو الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن نعلم أنها شريك استراتيجي لإسرائيل منذ بداية الحرب، من الممكن أن تسيطر على الوضع، خاصة وأن أمريكا على مشارف انتخابات في نوفمبر القادم؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالكاتب والباحث السياسي من بيروت الأستاذ أسعد بشارة.